بصوا كده، احنا هناخد حاجة اسمها سيل سايكل. سيل سايكل يعني انقسام الخلية، تمام؟ عاوزكم تبصوا كده ايه اللي هيحصل هنا. ده انتوا خدتوه قبل كده في الاحياء، بس عايزكم تشوفوا ايه اللي هيحصل هنا. ده مجرد بس ان انتوا تشوفوا حاجات، بعد شوية على السبورة اشرح لكم انقسام الخلية بالظبط، وترجعوا تشوفوا المراحل ديت عاملة ازاي. دي الخلية ايه؟ دي النيوكليس. مجرد ان انت تبقى شفت بس الشكل. شايف ده بقى اتنين، عندنا هنا في فيزز من الانقسام، هيبدأ يشرح لك في كل مرحلة بيحصل ايه. طبعا لو انت عندك بربع جنيه اي حاجة هتعرف ان ده اسمه ايه، كروموسوم. اللي حصل هنا ان في خيوط طلعت، الخيوط دي هتبدأ تفصل الكروموسوم. هتخليه جزئين وتشده ناحيتها. بعد ما المادة الوراثية انفصلت هتيجي تتجمع في البول بتاع الخلية، وتبدأ الخلية نفسها السيتوبلازم يحصل فيه ايه؟ ينفصل. العملية دي نتجت ان احنا كان عندنا خلية في الاخر بقت ايه؟ بقت اتنين، تمام؟ حد عنده مشكلة في الاشكال دي؟ طبيعي ان انا ليه قلت لك قبل ما اشرح اي حاجة؟ لان اي حد هيبقى عارف ان ده اسمه ايه؟ انقسام الخلية، والمراحل بتاعها هيبقى عارفها. يعني انت اما نخلص انا هشرح لك المراحل بالترتيب، لكن في الاخر انت لما تيجي تتسأل اهو، يعني انت حد اهو ما ذاكرش اي حاجة خالص، عارف ان ده انفصال الخلية، وعارف ان بيحصل كذا وبعدين كذا، وبعدين الكروماتيد او الكروموسوم يجي على الاطراف، وبعدين الخلية تنقسم، يبقى النيوكليس اتقسمت، وبعد ما النيوكليس اتقسم السيتوبلازم يتقسم. يعني الترتيب ده اي حد هيبقى ايه؟ عارفه. فلما يجي بقى يعوز يشوفك انت ذاكرت الدرس ولا ما ذاكرتش الدرس، هيسألك في ايه؟ في ان الاحداث دي بتحصل في اي مرحله، وايه اللي بيحصل في كل مرحله بالظبط، تمام؟ يعني مش هيسالك ايه اللي بيحصل، ما هو اي حد هيبقى عارف ايه اللي بيحصل ورا ايه اللي بيحصل ورا ايه اللي بيحصل، تمام؟ فاحنا كل اللي هنشرحه النهارده ان انت تبقى عارف المراحل دي. طيب يلا، انا مش عاوز كده اكتر من دي دلوقتي، هنرجع تاني بقى في اخر الحصه للفيديو تاني، وانتم اللي هتقولوا ديت مرحله اسمها ايه بعد ما ناخد الموضوع على السبور. بص يا شباب، عندنا في الجينيتك، الجينيتك ده بالعربي ببساطة جدا يعني علم الوراثة، علم من أهم علوم الطب، إذا ما كانش أهمهم على الإطلاق، لأنه ممكن بمنتهى البساطة يعالج أمراض خطيرة جدا عن طريق إن إحنا بنمنع حاجات معينة. أشهرها الكانسر، عارفين الكانسر؟ الكانسر ده بيحصل بسبب إيه؟ طفرات جينية أو الخلايا. فاكرين لما كنت تاخده في الباثولوجي يقول لك الكانسر ده هو زياده عدد الخلايا وزياده حجمها، انها بتزيد بصوره غير طبيعيه في وقت قليل. طب ما هو زياده عددها ده عباره عن ايه؟ تكاثر الخليه. يعني احنا فين؟ في الجينيتك، بسبب ابنورماليتي حصلت معينه. طب لو احنا دخلنا فيها وظبطناها ممكن يحصل كومبليت كيور للكانسر ده ولا لا؟ ممكن. على سبيل المثال تاني، كورونا اللي هي منتشره دلوقتي، اهم ثيوري او نظريه لانتشار الكورونا حاليا هو ايه؟ ان حصل ايه؟ ميوتيشن في جين، صح؟ في ناس بتقول ان كان في جين وحصل له ميوتيشن وبعدين بدا الكورونا تنتشر، وفي ناس تانية بتقول لا، ده هو كان في حد بيحضر جين معين في المعمل اكسبيرمنتال وبدا من ساعتها ينتشر للانسان. العلماء او الناس اللي هم يعني بيفكروا يقول لك الاكسبيرمنتال هو الاوقع، يعني هم كانوا بيحضروا الفيروس ده، لكن اللي منتشر واللي معروف يقول لك ده انسان كال ايه؟ كال خفاش والقصه دي، تمام؟ لكن ده في الاغلب كده للناس اللي هي بتفهم، يعني مش دي القصه الحقيقيه. طيب
الجينيتيك هو علم الوراثه. ليه مثلا انت تشوفني تقول عليا ده معتز، لكن مثلا تشوف دكتور فتوح تقول ده فتوح، تشوف احمد تقول ده احمد؟ ليه يعني؟ ليه اما تشوفني انا ما تقولش عليا فتوح مثلا؟ ليه؟ عشان صفاتي، صح؟ الصفات ديت حاجه اسمها فينوتايب، لكل انسان صفات معينه، تمام؟ الصفات ديت بتختلف من انسان لانسان، والصفات ديت هي اللي بتتورث. الصفات دي بتبقى موجوده في عندنا على جيناتنا، والجيناتنا ديت بتبقى مسؤول عنها مين؟ لي جين بيبقى موجود فين؟ الدي ان ايه. والدي ان ايه ده بيبقى موجود في كل خليه. بص كده معايا، لو ديت خليه عندك ايه؟ اي خليه بيبقى جواها ايه؟ نيوكليوس، صح؟ جوه النيوكليوس دي بيبقى عندك حاجه اسمها كروموسومات، صح؟ الخليه مثلا الجسديه العاديه اللي هي السوماتيك سيل بيبقى فيها كام كروموسوم؟ 46، صح ولا مش صح؟ 46. طيب الكروموسوم ده بيبقى شكله عامل ازاي؟ بيبقى بالمنظر ده، بيبقى بالمنظر ده. جوه الكروموسوم ده بيبقى عندك الدي ان ايه بتاعك، بيبقى عباره عن دبل ستراند كده، والدي ان ايه ده هو اللي بيحمل الجينات الوراثيه بتاعتك، هو اللي بيحمل الجينات بتاعك. من اهم المشاريع الطبيه اللي اتعملت في التاريخ البشري مشروع اسمه الجينوم البشري. سمعتوا عنه؟ ايه الجينوم ده؟ ان هم جابوا الجينات بتاع البشر وبداوا يشوفوا الكروموسومات وترتيب الكروموسومات وترتيب الجينات على الكروموسومات، ويبداوا يشوفوا الجينات ديت، لا ده جين لون العين، لا ده جين الطول، لا ده جين كذا، الصفات كلها، ويبداوا يعملوا فيها بعد كده. مثلا الحاجات اللي احنا استفدنا بيها كتير جدا، الاطفال لما يجوا يتولدوا في بطن امتهم ممكن احنا نكتشف هم عندهم عيوب خلقيه ولا لا، او يطلع عندهم عيوب خلقيه ولا لا، منين؟ من دراسه ايه؟ الجينات. فديت حاجه مهمه جدا جدا جدا. النهارده هنبدا بموضوع سهل وبسيط، ويمكن انتوا تعرضتوا ليه كتير قبل كده، موضوع اسمه السيل سايكل. السيل سايكل ده موضوع مينلي هيستولوجي، بس مش برخامه الهيستولوجي، وما اناش هرسم لك ايه بيزوفيليك واسيدوفيليك، ولا مش هرسم لك نيوكلياس حمراء وزرقاء والكلام ده خالص، ملناش علاقه بالموضوع ده. هو موضوع انقسام الخليه. بص بقى معايا، السيل سايكل انقسام الخليه فيها الحقيقي بياخد وقت قليل جدا منها، لكن معظم الوقت اللي بتقضيه الخليه هو وقت بتقضيه تحضر نفسها للانقسام. يعني الانقسام نفسه ما بياخدش ايه؟ ما بياخدش وقت، لكن معظم الوقت اللي بتقضيه هو وقت بتقضيه عشان ايه؟ تحضر نفسها للانقسام. النهارده انا هتكلم مين لي عن الخليه العاديه اللي هي اسمها ايه؟ السوماتيك سيل. بص بقى معايا، مراحل انقسام الخليه بتبقى ايه؟ لو ده التايم بتاعنا او الوقت اللي الخليه تنقسم فيه، فانا هقسمه اربع مراحل. الانقسام النهارده اللي هتكلم عليه هو الانقسام الميتوزي. الانقسام الايه؟ الميتوزي. شوف الانقسام بيحصل في فتره قد ايه؟ بقيت ده كله الخليه فيها ما بتنقسمش، امال بتعمل ايه؟ بتحضر نفسها للانقسام. بتعمل ايه؟ بتحضر نفسها للانقسام. طب الخليه عشان تحضر نفسها للانقسام بيبقى في مرحله، كل دي كبيره كده، وهي المرحله الاطول ديت، مرحله بيسموها انتر فيز. مرحلة الميتوز الانقسام نفسها ديت، المرحلة دي بيسموها ان فيز، ما هي ديت المرحلة بينقسم فيها. مال المرحلة اللي ما بينهم ديت، ما بين الانقسام دي، بيسموها مرحلة بينية بين الانقسامات، فيقوموا قايلين عليها ايه؟ انتر فيز. يقوموا قايلين عليها ايه؟ انتر فيز. أول حاجة هناخدها في الانقسام الخلية مش الانقسام خالص. أول حاجة هناخدها في انقسام الخلية، ازاي الخلية بتحضر نفسها لإيه؟ للانقسام ده. ازاي الخلية بتحضر نفسها للانقسام ديت؟ حاجة اسمها انتر ايه؟ فيز. تلات مراحل. مرحلتين بيرمزوا لهم بحرف جي، وده بيسموه جي 1، وده اكيد هيسموه ايه؟ جي 2. الجي ديت بعض الكتب بيقول لك الجي ده، وده الاشيع اختصار لكلمه جاب. جاب ديت يعني ايه؟ فتره بينيه او مسافه بين مرحلتين، تمام؟ والمرحله اللي في النص ديت بيسموها اس. اس يعني سينسيسز، يعني هيصنع، تصنيع، تمام؟
ركز بقى معايا، الموضوع سهل، الموضوع شيق جدا. سيبك من فكرة تعقيد الجينيتك، سيبك من فكرة تعقيد الدي ان ايه، ان انا طول عمري ما بفهموش، ان الموضوع صعب بالنسبة لي. الموضوع سهل سهل، وهنمشي حصة بحصتها هتلاقوا الموضوع بسيط جدا جدا. تمام، شيل بس الافكار اللي انت واخدها عن الايه، عن الشابتر ده. طيب بص معايا، اول مرحلة دي بيسموها جاب 1، او بعض الكتب تقول لك الجي ديت جروث. جروث ليه؟ يقول لك الخلية عشان تنقسم لازم هتخلي نفسها تكبر في الحجم، وتكبر السيتوبلازم بتاعها، وتكبر الأورجانيلز بتاعها. ليه؟ عشان لما تيجي تنفصل يبقى عندها كمية كافية تقدر توزعهم على ايه؟ على جزئين. يبقى اول مرحلة ديت بيسموها مرحلة ايه؟ الجروث. ديت تقريبا بتاخد 8 ساعات. تاخد قد ايه؟ 8 ساعات. المرحلة التانية ديت يبقى انا عندي مرحلة من الجروث بيسموها جي 1. بعد كده يدخل في مرحلة تانية، المرحلة التانية دي يسموها اس. اس يعني سينسز. تبدأ تصنع الدي ان ايه، تبدأ تصنع المواد الوراثية بتاعها. بس هي مش بتصنع الدي ان ايه من الاول، ما هي كده كده عندها ايه قبل كده؟ دي ان ايه. هي بتعمل دوبليكيشن او ريبليكيشن للدي ان ايه، يعني بدل ما كان عندها نسخة بتقوم تعمل ايه؟ نسخة كمان. فاهمين؟ يعني هي مش بتصنع، هي سينسز تصنيع، بس مش تصنيع من الصفر. يعني هو ما كانش عندها وبقى عندها، لا ده انا كان عندي شريط فهم انا اخليه ايه؟ شريطين. بعد كده تدخل في مرحلة من الجي 2. الجي 2 ديت اللي هو جاب 2. جاب 2 ديت ليه بيقول لك الكتاب كده؟ جاب 1 مرحلة ما بين الميتوزز والايه؟ والسينسز. وجاب 2 هي مرحلة ما بين السينسز والايه؟ والميتوزز. وديت كمان بيحصل فيها جروس. وتبدأ تخزن طاقة للانقسام. تمام؟ يبقى الاثنين جاب، واحدة ايه؟ سينسز. هل هنا حصل انقسام؟ لا، هو هنا مجرد ان هي بتجهز نفسها لايه؟ للانقسام. وتعمل تشيك للماده الوراثيه اللي فيها. يعني ايه تعمل تشيك؟ يعني يجي زي مراقب كده، انزيمات مراقبه كده، تدخل تشوف الدي ان ايه اللي فيها ده سليم ولا لا، محتوياتها سليمه ولا لا. لو لقيتها سليمه اتكلي على الله، يلا ايه انقسمي. طب لقيتها فيها مشاكل، مش هتنقسم، او هتنقسم بطريقه زايده. تمام؟ طب من وجهة نظرنا كده، من الكلام اللي احنا بنشرحه ده، افرض المراقب ده، الانزيم المراقب ده بقى فيه مشكلة، مش ممكن تنقسم بصورة زيادة؟ يحصل كانسر ولا ما يحصلش كانسر؟ يحصل كانسر. فهمتوا الأهمية بتاع الانقسام؟ الانقسام مهم جدا. فاهم يا أحمد؟ فهمتوا الأهمية بتاع الانقسام؟ طيب حد عنده مشكلة في الكلام ده؟ طيب احنا دلوقتي هناخد مرحلة مرحلة. انا عاوز اقول لك ان المرحلة دي بتاخد 8 ساعات، المرحلة دي بتاخد برضو 8 ساعات، والمرحلة دي بتاخد 4 ساعات. مرحلة الميتوزس هي أقل مرحلة فيهم، بتاخد من ساعة لساعتين، ساعتين ونص بالكتير. يبقى شفت أقل مرحلة هي مرحلة إيه؟ الميتوزس، الانقسام. لكن المرحلة الأكبر هي مرحلة إيه؟ المرحلة البينية اللي هي بيسموها انترفيز. والانترفيز ديت كم مرحلة؟ 3، اللي هي جي 1 وإس وجي 2. حد عنده مشكلة في الكلام ده؟ حد عنده مشكله في الكلام ده؟ او كل اللي احنا هناخده بقى النهارده ايه اللي بيحصل في الجي 1 بالظبط في الخليه على مستوى الخليه، واوريه لكم ايه اللي بيحصل في السنسز والسنسز بيتكون ازاي، واوريه لكم ايه اللي بيحصل في الجي 2 ونشوفه مع بعض. وبعد كده الجزء الثاني من الحصه الميتوزس ده بيبقى ازاي بالظبط. شايفين الفيديو اللي انتوا شفتوه في الاول ده؟ هو جاب لكم الفيديو ده كله ورا بعضه كده، وفي اخر الحصه انتوا مطالبين ان انتوا تعرفوا الاحداث فيها كلها ورا بعضها. لكن لما يجي يسالك في الامتحان اسألك كل مرحلة بيحصل فيها ايه بالظبط، الحدث ده حدث في انهي مرحلة. تمام؟ حد عنده مشكلة؟ تمام. طيب يبقى احنا اتكلمنا على النيوكليو، الخلية بتتكون من ايه؟ قلنا الخلية فيها نيوكليوس، والنيوكليوس ده بيبقى فيها حاجة اسمها الايه؟ الكروموسوم. عاوز اقول لك كمان ان الكروموسوم ده انت ما بتشوفوش كده الا في مراحل معينة. يعني لما تيجي تبص تحت اللايت ميكروسكوب على الخلية عشان تشوف الميكروسكوب بالمنظر ده، ده بيبقى في مرحلة معينة هنتكلم عليها. اما غالبا لما تيجي تبص بتلاقيه في انهي منظر؟ بتلاقيه كده، هو والبروتينات موجوده عندك في النيوكليوس متلخبطه كده بالمنظر ده. ساعتها ما بيسموهوش كروموسوم، بيسموه ايه؟ كروماتين. بيسموه ايه؟ كروماتين. يبقى الكروماتين هو الكروموسومات اللي موجوده جوه الخليه بس متلخبطه مع الايه؟ مع البروتينات.
ده اللي هو الكروماتين. يبقى فهمتوا يعني ايه كروماتين؟ في مرحلة معينة عشان ينفع ينقسم لازم الكروماتين ده يتجمع حوالين بعضه ويكون لك الايه؟ الكروموسومات. فاهمين؟ طبعا انتوا عارفين ان جواها كام كروموسوم؟ 46، صح ولا مش صح؟ حد عنده مشاكل في الحاجات البيزك دي؟ مشكلة الدي ان ايه دايما ومشكلة الجينيتك دايما ان الناس بتدخل فيه كده، تدخل تحفظ وتذاكر كده وهي مش فاهمة اصلا الاساسيات بتاعه، مش عارفة يعني ايه دي ان ايه، مش عارفة يعني ايه كروموسوم، مش عارفة يعني ايه كروماتين، ومش فاهمة يعني ايه الفرق بين كروماتين وكروموسوم. هو هو بس في مرحلة معينة بيترتب يبقى ايه؟ يبقى كروموسوم. خلاص كده حد عنده مشكلة؟ يلا احنا هنبدأ ناخد مرحلة مرحلة. لو معاكم الورق بتاع كتاب الاسم افتحوه معايا، مش معاكم انا كده كده بظبط لكم ورق ليه كويس جدا واجيبه لكم على الحصه الجايه. تمام؟ طيب السيل سايكل، السيل سايكل قال لك انها بتتكون من مرحلتين، مرحله اسمها الميتوزيس وديت الشورت بيريود، وديت بتبقى من ساعه لساعتين ونص. تمام؟ وديت الخليه فيها والسيتوبلازم بينقسم لخليتين صغيرين. امال ايه الانترفيز؟ الانترفيز ديت اللونج بيريود، وزي ما قلنا هي بتتقسم 8 8 4، لو جيت جمعتهم هتلاقيهم كام ساعة؟ 20 ساعة. تمام؟ وده بيبقى الخلية بتزيد في الحجم وتعمل ريبليكيشن في مرحلة اسمها سينسيسز، وبالتالي انت وصلت في الآخر للتعريف. حد عنده مشكلة في التعريف ده؟ حد عنده مشكلة في التعريف ده؟ في أي مشكلة فيه؟ تمام. طيب تعالى بعد كده في الانترفيز، يبقى أنا هبدأ بشرح الميتوزز ولا هبدأ بشرح الانترفيز؟ هبدأ بشرح الانترفيز. الانترفيز بيبقى عندي جاب 1 وجاب 2 وما بينهم مرحله من السنسز. يلا يا سيدي هات لي اول حاجه اللي هي الجاب 1. الجاب 1 بيسموها مرحله البري ريبليكيشن او البري دوبليكيشن. هو الريبليكيشن او الدوبليكيشن بيحصل فين؟ في السنسز، فيسموا الجاب 1 بري دوبليكيشن او ريبليكيشن، ويسموا الجاب 2 بوست دوبليكيشن او ريبليكيشن. حد عنده اعتراض على الموضوع ده؟ تمام. طيب تعالى يا سيدي وصف لي، قول لي بالظبط ايه اللي بيحصل في المرحله دي. ولا اي حاجه، انا الخليه بتيجي عندي بتزيد في الحجم، يعني بدل ما كان حجمها صغير لا بتبقى حجمها كبير. خلاص. ونفس الكلام عن النيوكليوس، ويبدا فيها الاورجانيلز اللي فيها برضو تزيد في الحجم وتتضاعف بالمنظر ده. الاورجانيزم تتضاعف، اورجانيلز، تمام، تبدا تتضاعف عندك، والنيوكليوس عندك الكروماتيد اللي فيها بالمنظر ده. يعني كل اللي بيحصل فيها انها بتعمل ايه؟ بتزيد في الحجم وتبدا تكون شويه بروتينات. يعني البروتينات فيها والار ان ايه يبدا يتكون، لان انا داخل على انقسام فمحتاج ايه؟ محتاج تقويه. التقويه بتاعته بتبقى ايه؟ البروتينات والار ان ايه. خلاص. يبقى ديت في المرحله اللي هي بيسموها ايه؟ اللي هي بيسموها الجي 1. خلاص كده. طيب بيبقى جواها ايه بقى؟ يعني النيوكليوس هنا تبقى جواها ايه؟ كروموسوم. بيبدا يكون بقى، انت طالما هيبدا ينقسم عندك ما ينفعش يفضل كروماتين، طالما هيبدا ينقسم عندك ما ينفعش يفضل ايه؟ كروماتين. يبدا يتكون ايه؟ الكروموسوم. طب الكروموسوم ده بيبقى عباره عن ايه؟ تعال نكبر عليه كده ونشوف. شايفين الكروموسوم اللي انا كنت رسمه من شويه اللي بيبقى جوه الخليه اللي هو بيبقى ده؟ تعال نكبر عليه ناخده بره ونشوف ده بيبقى مكون من ايه. كروموسوم بيبقى له 2 arms، واحد فوق الاقصر شورت arm، واحد تحت اللي بقى ايه؟ لونج arm. ده بيسموه بي ار وده بيسموه كيو ار. البي ده اختصار بيتيرت، دي كلمة فرنسية معناها ايه؟ صغير. تمام؟ والكيو مش اختصار حاجة، الكيو هو الحرف اللي بعد الايه؟ اللي بعد البي في اللغة، مش بي كيو. تمام؟ فهو مش اختصار حاجة. تمام؟ طب جواه هنا الجزء، الجسم اللي في النص ده، الجسم اللي في النص ده ده بيسموه سنترو مير، ده اللي بيربط الاتنين مع بعض. طب جوه بتشوف ايه؟ بتشوف الدي ان ايه. الدي ان ايه بيبقى عندك كده هنا لافف حوالين بعضه كده. تمام؟ الدي ان ايه هنا بيبقى ايه؟ لافف حوالين بعضه كده. حد عنده مشكله؟ طيب ده واحد ولا اتنين؟ لا هو شريط واحد. الشريط الواحد كده كده بيتكون من كام ستراند؟
من اتنين، لكن ده كام شريط؟ شريط واحد. كم كروموسوم؟ كم كروموسوم؟ كروموسوم واحد. فيقول لك ان الخلية الطبيعية اللي هي السوماتيك سيل بيبقى فيها اس كروموسوم. اس كروموسوم يعني ايه؟ يعني سنجل. طب كمان شوية لما انا عاوز اتضاعف لازم السنجل تبقى ايه؟ دبل، عشان لما تيجي تنقسم تاني تدي الخلية العادية اللي هي ايه؟ سنجل. ساعتها لما تيجي تتضاعف هيقولوا عليها دي كروموسوم، بس ده مش في المرحلة دي. انا في المرحلة اللي هي جي 1 انا بالمنظر ده اللي هو المنظر الطبيعي، مجرد ان انا بزيد في الحجم بس بيبقى جوايا الكروموسوم الطبيعي، والكروموسوم الطبيعي ده بيبقى كام؟ بيبقى كام؟ اس كروموسوم. يسموه اس كروموسوم، اس يعني سنجل. تمام؟ اس كروموسوم طبعا 46. خلاص كده؟ طب كمية الدي ان ايه فيه؟ عارفين كمية الدي ان ايه احنا بنرمز لها بايه؟ بان. عارفين الجيرم سيل؟ الجيرم سيل اللي هي الخلايا الايه؟ الجنسية بتاعة التستس والاوفري. ديت كمية الكروموسومات اللي فيها قد ايه؟ هل 46؟ 23، عشان 23 يكونوا الزايجوت 46، صح؟ يبقى كل واحدة فيها كام؟ 23. دي كمية الدي ان ايه اللي فيها بيقولوا عليها ان. طب هنا تبقى كمية الدي ان ايه؟ 2 ان. طب لما اجي اكون دبل كروموسوم يبقى كمية الدي ان ايه؟ 4 ان، عشان في ناس ما تفهمش ايه كمية الدي ان ايه دي او بنرمز ليها ايه. تمام؟ خلاص كده؟ الموضوع هيوضح اكتر مع الوقت. خلاص كده؟ حد عنده مشكلة؟ يبقى انا الان ديت في الخلايا اللي هي الجنسية اللي هي الجيرم سيل بتاع التستس والأوفري، اللي هم لما يجمعوا بعض الاتنين يبقوا يكونوا ايه؟ 2 ان. خلاص؟ لكن الخلية اللي احنا فيها ديت الدي ان ايه الطبيعي اللي فيها كام؟ 2 ان، بس كروموسوم واحد. طب كمان شوية لما اقول لك ان انا هدخل اعمل ريبليكيشن او دوبليكيشن يبقى هنا هتبقى دبل كروموسوم، صح؟ والدي ان ايه كميته قد ايه؟ 4 ان. تمام كده؟ حد عنده مشكلة؟ تمام. يبقى ادي الموضوع ده. طيب بقى سيدي تعالى انا في الجي 1. الجي 1 ديت الخلية فيها بتبقى وظيفتها ايه؟ او بتعمل ايه؟ بص معايا.